مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه الأردن بشكل خاص والأمة العربية بصورة عامة، تناولها جلالة الملك عبد الله الثاني خلال إلقائه كلمة الأردن في القمة العربية التي اختتمت أعمالها الأربعاء الماضي في البحر الميت. فقد أكد جلالته للقادة والزعماء العرب المشاركين أن أهم التحديات التي تواجه أمتنا هو خطر الإرهاب والتطرف الذي أصبح يعصف بالعديد من دولنا العربية، إضافة إلى عدم الوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عن تفاقم أزمة اللجوء السوري الذي يتحمل الأردن أعباءها منذ عدة سنوات. وفي هذا السياق لابد لنا أن نأخذ زمام المبادرة لوضع حلول تاريخية لتحديات متجذرة مما يجنبنا التدخلات الخارجية في شؤوننا. والخطوة الأولى لترجمة ذلك هي التوافق على أهدافنا ومصالحنا الأساسية، بدلا من أن نلتقي كل عام ونكرر مواقف نعلم جيدا أنها لن تترجم في سياساتنا. إن تحدياتنا مشتركة، فلا بد أن تكون حلولنا مشتركة أيضا. فلتكن هذه القمة محطة جديدة في العمل العربي المشترك. وفي الجلسة الختامية للقمة تلي إعلان عمان، حيث أكد فيه القادة العرب على أهمية بحث التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها بما يحفظ وحدة البلدان العربية وسلامة أراضيها. وكانت قد سبقت القمة اجتماعات تحضيرية لوزراء الخارجية العرب وكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، طالبوا فيها بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين السوريين، داعين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا الاتجاه. الأمور تسير بشكل إيجابي جدا، هنالك حس كبير من التضامن وهنالك إدراك كبير أيضا من الحاجة لأن نعزز العمل العربي المشترك. ثمة عديد قرارات موضوعة على جدول الأعمال نأمل أن يتم تبنيها في المؤتمر الوزاري غدا، تمهيدا إلى رفعها إلى القادة باتجاه تفعيل العمل العربي المشترك واتخاذ آليات لمعالجة هذه القضايا. كما قلت، من القضية الفلسطينية، الصراع العربي الإسرائيلي، إلى الأزمة السورية، إلى آفة الإرهاب، إلى الأزمة في ليبيا، في اليمن، ثمة كثير من القضايا التي بحاجة إلى جهد عربي منهجي مؤسس للتعامل معها، وهذا ما نتطلع لأن يكون. وأكد جلالة الملك أكثر من مرة بأنه يأمل بأن تكون هذه القمة منبرا لإطلاق حوار عربي فاعل قادر على زيادة إمكانياتنا المشتركة للتعامل مع هذه القضايا والتحديات. الأردن كان وسيبقى دائما سباقا إلى التعامل مع القضايا العربية ضمن رؤية شاملة تأخذ في مقدم أولوياتها خدمة القضايا العربية بشكل عام. وأعربت العديد من الفعاليات النيابية والإعلامية عن تمنياتهم بنجاح قمة عمان لتكون بمستوى طموحات المواطن الأردني بشكل خاص والعربي بشكل عام. والآن دور الإعلام أن يعكس أهمية هذا الأمر ويعكس كيف أن هذه الرؤية كلما كانت متقدمة، كلما كانت متوافقة، كلما أعطت زخماً لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. هذا أمر علينا واجب جميعا في الصحافة والإعلام أن نلحظه ونلحظ تفاصيله ونترجمه بلغات مختلفة، كل حسب الجهة الإعلامية وجمهورها. قمنا بالتشاور مع عدة برلمانيين عرب أيضا لتعزيز دور البرلمان الأردني داخل منظومة البرلمان العربي، وقمنا بعدة نقاشات في هذا المجال. تحدثنا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي وفي البرلمان الجزائري وفي البرلمان الليبي، كان حديث منتج يعني، وتكلمنا على الوضع العربي، وأعتقد إنها قمة ناجحة بكل المقاييس. استضافة الأردن إلها كانت ناجحة 100%. ننتظر البيان الختامي، ننتظر ترتيب الأولويات بالشكل الذي طرحه الأردن، ألا وهي مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية وحل سياسي للأزمة السورية. وكان الالتفاف على الدول العربية التي ما زالت تعاني بالظروف السياسية اللي إحنا بنتمنى إلها الاستقرار،